استاذ محمود بنرحب بيك في البيت الكبير. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. زعلان؟ لا طبعا زعلان، يعني مش ده الاهلي بامانه شديد. الاهلي ده البطل، شخصيه البطل النهارده ما ظهرتش في المباراه بالصوره المطلوبه. الاداء كان مفاجاه، اعتقد انه الاهلي دفع يعني على ما يبدو تدريجيا بيدفع فاتوره التفكير في كاس العالم للانديه، يعني اللعيبه بدات تدخل في اجواء كاس العالم، بقى كله بقى بدا يخاف على نفسه. تشعر النهارده من الكلام ده في المباراه، لاحظ كل الالتحامات مش بتاعتنا النهارده، لاحظ كل الالتحامات احنا سلبيين فيها جدا، مفيش القوه والباور بتاع النادي الاهلي اللي يحسسك انك انت عاوز تاخد المباراه بقوه. كابتن محمد يوسف لعب وسعى للي هو عايزه، وانت ساعدته في كده.